حد فاتك اشتغلتي مع يوسف شاهين؟ ايوه كنت هنصور وليلى علوي كنت والدتها. طبعا. ايه ذكرياتك عن فيلم المصير؟ فيلم المصير فيلم حلو قوي، ويوسف شاهين كان يعني معجب بيا وكان مشغلني في دور فيرجينيا بتاع ليلى فوزي. بس انا كنت في السويد بقى. فانا لما سال علي اني في السويد. شغل مين؟ ليلى فوزي. لكن الدور ده كان بتاعي. هو يوسف شاهين كان معجب بيا جدا وكان بيحبني ومقتنع بيا كممثله. يعني كان راجل طيب. هو اللي اختارك كنت ساعتها اصلا حضرتك في مصر ولا كنت بس؟ لا قعدت، كنت قاعده في مصر وقعدت، وبعد كده بعد ما خلصت كنت بسافر واجي. بس زعلت جدا على دور فيرجينيا، مش عشان حاجه، عشان يوسف شاهين كان اكتر واحد انا بحبه. وخالد يوسف اكتر من ابني برضه. لان برضه هو كان عرفته من ساعه ما كنت مع يوسف شاهين.